بميعاد غلق صناديق الانتخابات، تتوقع النتيجة محسومة لمين؟ إن شاء الله حبيبنا السيسي. والله هو كده كده السيسي هو اللي هيكسب. سيسي برضه سيسي السيسي. أهل السيسي إن شاء الله. لا أنا شايف الميول رايحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. أنا واحد من ضمن الناس انتخبته، ف يعني شايف ناس كتير الميول رايحة ليه هو. يعني الرئيس السيسي حضرتك هو رئيس مصر يا ابني، ده زعيم مصر، ده مثل أعلى لمصر. الله، في واحد يحب مراته تحب واحد، أنا بحب مراتي عشان بتحب السيسي، وبنضحي بأرواحنا وأرواح أولادنا علشانه، ده نموت في ده، لأن راجل ده شال نعشه على إيده وشال كفنه على إيده بيدافع عن مصر. محكومة لرئيس السيسي طبعا، ده معروفة رئيسنا طبعا، يعني شيء واضح وشيء أكيد، يعني إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله يكون هو رئيسنا الأربع سنين الجاية بإذن الله. بإذن الله للرئيس السيسي بأمر الله. يحيى مصر، يحيى مصر، يحيى مصر، دحيا مصر، دحيا مصر، دحيا مصر.